<applause> بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم البيت الكبير 27 نوفمبر ليله اهلاويه سعيده بتحقيق التسعه وبالقضيه أه، ايضا واحده من الليالي الرائعه لجمهور النادي الاهلي اللي الحقيقه كان سعيد جدا جدا بهذا الفوز والفوز على نادي الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا 2 أه، 1 عمرو السليه ومحمد مجدي قفشه. فرحه القاضيه لا تنتهي. تسعه ونهائي دوري ابطال افريقيا امام نادي الزمالك كانت بطوله استثنائيه ومباراه استثنائيه وفرحه ايضا استثنائيه. كان لما تيجي تتكلم عن هذه المباراه وفرحه هذه المباراه كان اسباب كثيره جدا ولكن اجواء ما قبل المباراه ظروف الكورونا غيابات بعض اللاعبين اللي بسبب المسحه الايجابيه في ذلك الوقت غياب البطوله عن النادي الاهلي من 2013 والنهائيات اللي خسرناها قبل كده امام الترجي التونسي ومره برضو امام الوداد بعيدا عن مين اللي كان المفروض يكسب ولكن كان لازم افريقيا ترجع للنادي الاهلي فالبطوله دي كانت بطوله من البطولات الحقيقه اللي لن يستطيع احد ان ينساها زيها زي الاولى زي الثانيه زي الثالثه زي الرابعه الخامسه لما تيجي تتكلم معايا من جمهور النادي الاهلي هيقول لك ان كل بطولات افريقيا بطولات لها طعمها وبطولات لها بريقها الخاص يمكن في 2005 2005 2006 لما فزنا النادي الاهلي فاز على نادي السفاقسي في المباراه النهائيه بهدف ابو الشهير اللي بشماله واحده من البطولات اللي ايضا معلمة جامد جدا مع كل جمهور النادي الاهلي ولكن بطولة 2020 و 27 نوفمبر 2020 والقضية ممكن اعتقد ان هي من البطولات اللي ستظل دائما عالقة في اذهان كل جمهور النادي الاهلي. لما يكون المنافس ليك هو نادي الزمالك هذا النادي الكبير باسمه وتاريخه ويكون طرف لدرب القاهرة ديربي القاهرة اللي الكل يعلم يعني ايه ديربي القاهرة الحكاية بتبقى مختلفة. بعض الناس قبلها كانت بتقول ده هيبقى نهائي القرن وبالفعل كانت كان هو نهائي قرن نهائي تاريخي ونهائي للجغرافيا كمان لو عايز تقول كلام كبير جدا جدا كان بيتقال على هذا النهائي الاهلي قدم ملحمه كرويه في الوقت ده وفرحته كان وفرحتنا كلنا كانت كبيره جدا جدا احتفالات الأهلوية في كل مكان في مصر وبر مصر بالمناسبه كانت استثنائيه وفرحه محدش عاشها ولا هينساها ابدا 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 قبل ما اتكلم عن قفشه ممكن تتكلم وتقول ان في ناس كتيره مش عارفه ان عمرو السليه اللي جاب الجون الاولاني لكن عمرو السليه لازم اديله حقه ويمكن الرقم اللي فيه بعض الناس بتنساه او بلاش بتنساه بتاخد ما بتاخدش بالها منه ان عمرو السليه مسجل اهداف للاهلي في ثلاث نهائيات لدوري ابطال افريقيا سجل امام الترجي التونسي في ذهاب نهائي 17 18 ايضا سجل الاهلي في الزمالك في نهائي القاضيه وسجل للنادي الاهلي في كايزر تشيفز في نهائي العاشرة عمرو السليه اعتقد ان هو باقي له ماتش واحد ويبقى لاعب يعني يعني لاعب مئوي في دوري ابطال افريقيا لانه عنده 99 مباراه في دوري الابطال فاول مباراه يلعبها عمرو السليه هتكون المباراه رقم 100 خلينا بقى نروح لصاحب القضيه محمد مجدي أفشل اللي اللي قبل ما اتكلم عنه كلاعب هقول له شكرا على موقفك النبيل الحقيقه وهو كان كلمني الحقيقه ويعني او انا كنت كلمته علشان اقدر اتواصل معاه في موضوع التيشيرت بتاعه ولكن موقف نبيل بتيشيرت ان هو تبرع بتيشيرت ماتش القضيه للاشقاء في فلسطين زي ما حضراتكم شايفين اتعمل عليه مزاد وصل ثمنه تقريبا ل وستين الف جنيه تم التبرع بيهم بالكامل للاشقاء في فلسطين أفشى على فكره من الناس المحترمه جدا 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 ومن اللاعبين المحترمين وكل اللعيبه بتحبه زيه زي بقيه اللاعبين أفشى من اللاعبة المؤثرين في تشكيله النادي الاهلي ومنذ انضمامه للنادي الاهلي وحتى الان وهو لاعب مؤثر لاعب هادي ما تسمعلوش صوت بالمناسبه انا يمكن اتكلمت عن قفشه قبل كده وقلت ان قفشه من اللاعبين اللي بيجي اول واحد في التمرين ويمشي اخر واحد بعد ما الناس كلها تمشي. من اول جون القضية لحد النهارده هو واحد من افضل اللاعبين اللي ممكن يحسموا مباريات كثيره جدا، لاعب عنده روح النادي الاهلي بيشتغل في صمت له مردود فني الكل